لقد نجحت هذه التجربة في حث الطلاب على التعاون والالتزام والتضامن من أجل خير الجميع تأميناً لاستدامة الكوكب الذي نعيش عليه. عسى أن تلعب هذه الأجيال الناشئة دوراً رائداً في المستقبل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي محافظة على عالمنا. شكراً لحضوركم، والآن يسرني أن أترك الكلمة لمدير عام وزارة التربية سعادة الأستاذ فادي يرق. نظراً لانشغالاته والارتباطاته العديدة، هو